السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الفيديو هذا اليوم عندنا لاش بوزاي اكران سولير ديال اونتيليوز والكوريكت. بالنسبة لهذا الواقي الشمسي ديال اونتيليوز ديال لاش بوزاي، فيعني كيخص الناس اللي البشرة ديالهم معرضة لحب الشباب، مشكل ديال الحبوب، مشكل كذلك ديال اثار الحبوب، وكذلك البشرة ديالهم اللي تتكون دهنية، الدهون تيكون متراكمة. فبالنسبة لهذا الواقي الشمسي يعني كي نصحو به ليدرماتولوج أطباء الجلد، فهذا هو يعني لومباداج جديد. بالنسبة لهذا ليكخون سولير ديال لاوش بوزاي اونتيليوز اول كوريكت، فهو كيقلل دوك الدهون المتراكمة في البشرة، الناس اللي عندهم مشكل ديال آثار الحبوب، وكذلك الناس اللي كتعاني مشكل ديال المسامات اللي عندهم مسامات واسعة، فهاد الواقي الشمسي يعني مزيان ليهم، كيعالج دوك المسامات دوك لي بور او فينير. بالنسبة لهاد الواقي الشمسي فهو دهني، يعني في التكستور ديالو فهو انفيزيبل دغيا، يعني كيتشربو البشرة ما كيتلصقش. وكذلك ان هاد الواقي الشمسي يعني كيعطي لواحد البشرة ديالك واحد تفتيح، واحد الاشراق صراحة مزيان. فبالنسبة لهذا الواقي الشمسي يعني ما فيش مادة البارابي، ما فيش ألمنيوم، ما فيش البارفان، خالي من هاد المكونات. كذلك أن هذا الواقي الشمسي ديال لاروش بوزاي فهو يعني كيكون في لي بارافارماسي وكذلك لي فارماسي، يعني من الأحسن تاخدوه في لي بارافارماسي، وخا يعني فايت 200 درهم، فهو يعني بالثمن تيكون مزيان، حيت هذا هو يعني لومبالاج جديد. كان في الاول يعني قبل ما يبدل لي لومبالاج بواحد 180 درهم، دابا راه تبدل لي لومبالاج، هذا هو الجديد. الناس عندهم مشكل ديال المسامات الواسعه كما قلت لكم، مشكل ديال البشره ديالهم تكون يعني متراكمه بالدهون، فيعني هذا ويل كوريكت مزيان. فكما قلت لكم هذا الواقي الشمسي ديال لاروش بوزاي ويل كوريكت، غير من السميه ديالو يعني كيصحح دوك العيوب ديال البشره، يعني كيقللهم وكيعطيها واحد الاشراق، واحد يعني التفتيح ديال البشره اللي مزيان. فيه كذلك يعني فهو يعني فيه عامل حمايه 50+ اس بي اف، في الاي في بي الاي في ا اللي كتحمينا من دوك التصبغات، من ديك اشعه الشمس اللي تكون يعني كتعطينا يعني دوك الدهون في البشرة ديالنا. ففي كذلك سيلوكس بي 3، كذلك فيه نياسيناميد، فيه حمض سيليك. بالنسبة لكاع هاد الأحماض كما قلت لكم، فهي كتعاون البشرة، كتحد منها دوك التصبغات كما قلت لكم، وكتحد لينا من دوك الدهون المتراكمة، حيت كيكون دوك الدهون زائدة على البشرة. فيعني خصنا نعالجهم بهذا ويل كوريكت ديال لاوش بوزاي، فهو زوين بزاف، كيقيدو لي ديرماتولوج، ما فيهش يعني شي اعراض جانبيه يعني الحساسيه ولا ما الى ذلك. كما قلت لكم فيها سيلوكسو البي 3 اللي كيعمل على تصحيح البشره وكيعطيها دوك الاشراق، وكذلك يعني دوك العيوب اللي تتكون في البشره كيقللهم، هذا ما كان. وبالنسبه كما قلت لكم اللي عنده المسامات الواسعه، يعني بشكل يومي يعني ينفع كدير الكروم ديالك، يعني كتلاحظي ان دوك المسامات ما كيبقاوش يعني كيوسعوا، كيقلوا يعني كيقوم بتضييق المسامات، وكذلك دوك الدهون المتراكمه كيتحيدوا. وكذلك ان هذا الواقي الشمسي ديال لاغوش بوزال ويل كوريكت فهو مضاد للأكسدة، يعني بفضل يعني الاستعمالات ديالو، الناس اللي خداوه يعني ناس خصوصا يعني كما قلت لكم بشرة دهنية، وكذلك المعرضة للحبوب حب الشباب، فهو يعني عطاتهم واحد النتيجة اللي فعالة وإفيكاس كما قلت لكم. كما قلت لكم نياسيناميد كيعمل على تفتيح البشرة وكيغذيها، كيعطيها كاع يعني دوك داكشي اللي محتاجه البشره ديالك، هذا ما كان.
فكما قلت لكم هذا الواقي الشمسي ديال لاروش فهو اونتي بوليسيون، يعني دوك المؤثرات كما كنقول دوك التلوث الخارجي اللي كيجينا يعني كيحمينا منه، وكذلك انه اونتي يعني مضاد، اونتي اوكسيدون مضاد للاكسده. المهم هاد الليكرون سولير ديال لاوش بوزاي فهو خالي من كما قلت لكم بارابين والومنيوم وكذلك الكحول اللي كيسببوا لينا يعني دوك الحساسيه اللي تتكون في البشره ديالنا. هذا مكان فيعني تيكون في اوردونس ولا تلقاو في لي بارافارماسي. هذا مكان، واللي عنده اي سؤال يخلي لينا كومونتير، انا غادي نجاوبه شخصيا. تبارك الله عليكم.